خدوا كلي. لا لا هي اللي تاكل مش انت. انت مالك يا بارد؟ انا ما اكلتش من الصبح. انا اللي بارد يا بنت البرده؟ انا متضايق منك من عشيه، من ساعه ما رفضتيني بطني وجعاني لحد دلوقتي. مش انت اللي كنت قاعد تلعب وراه؟ يعني عشان اما العب وراكي ترفضيني كمان؟ اما اجيب لك اكل كل يوم والله العظيم اما يتمر فيكي، دي احسن مني. بس انا اما اجيب لك لبن اكتر منها. يعني عشان اما تجيب لنا لبن اكتر منها تموتيني؟ مش عايزين اللبن بتاعك يا اختي. مالك يا دكتور؟ ماليش البقرة دي يا بابا تبيعها النهاردة. ليه بس؟ عملت لك ايه؟ رفضتني عشية وجعت لي بطني والوقت اما تقولي انت بارد. دي مين اللي اما تقولك انت بارد؟ البقرة. يخلف رب، تعالى نتغدى. طب حطينا الاكل. لا لا والله ما اتغدى غير لما غز البقرة دي شوية. براحتك، كل اللي هتجيبه هاتله مني. يلا كل انت وهي. لا اوعي، مش انت اللي تاكلي وربنا اللي هتاكلي. اوعي كده، كل على مهلك انت. انت تقول تخوف يا شيخ، بس غلبانه برضه احسن من دي. تكون ايه ده يا رب؟ ذنب عملته امي يطلع في ابني. طيب يا ابني تيجي شرع موتك. والله العظيم ولا انت ولا عيلتك ولا تعرف تبصي لي حتى. لا يا ابني انت عايز نضربك براسي. مالك يا واد؟ ايه اللي وجعك؟ البقره اللي لسه جايلك بيحه، والله اني بعتها لموتها لك. يا ابني يا لمستك، ده انت واجع لوحدك، دي غلبانه مش لما توجع حد. دي يا حبيبي يعني انت ما شفتهاش وهي متنطعني الوقت؟ ايه ما عشان انت ما تحبها جيت معاها وسايب ابنك. بس والله العظيم فرحان فيك عشان انت لما تروح عندها وتلعب. ما المفروض تلعب معايا زي ما انا ملعب معاها. ده دي لها سنه عندنا ما ولفتش عليا لحد الوقت. يعني مش مولف على عيالك. سامع يا بابا؟ والله العظيم المره دي ما هسيبها يا بت. لا ده انا مش هينفع اسكت لحد كده. انا راح اجيب شيخ، لو هجيبه بمليون جنيه هجيبه. شوف لي الحاله الصعبه دي.